وبلش كلاس. يا هلا يا هلا يا هلا، كل من جاي يسمعنا ويشوفنا برنامج كلاس بلش ياكم كلاس، يبلش ياكم كل 2:15 الساعة 6 على مارينا فم مارينا تي في، واللي قاعد يشوفونا على اليوتيوب أو مارينا أبليكيشن دائما موجودين وياكم في كل برامجنا مو بس بكلاس. وطبيعي برنامج كلاس لما نسولف ياكم عن الطلبة تذكرون الحلقة اللي طافت شنو قلنا لكم من ضيوفنا الحلقة الجاية. ضيوفنا الحلقة هذه هما أصحاب مكان صاروا خلاص ما عادوا ضيوف يعني من الكلية الكندية الجونكون، لكن قبل أخر روحك سبورة الأخبار والرد مع ضيوفنا. سبورة الأخبار. في سبورة أخبار كلاس اليوم ودائما وأبدا أخبار كلاس تكون وياكم up to date عشان نقول لكم شنو قاعد يصير بالساحة الطلابية والتعليمية. يقول لكم أول خبر، أصدر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف قرارا يقضي بالسماح باعتماد درجتي البكالوريوس الشرفية والعادية. أما الخبر الثاني يقول لكم وزارة التربية تؤكد أن العين على العودة الكاملة بالمدارس والتريث مطلوب والقرار قريب جدا. أتوقع هم ناطرين قرار أو وجهة نظر وزارة الصحة الأخيرة عشان يعتمدون القرار، أتوقع يعني إذا مو باكر بداية أسبوع الجاي. شنو عندنا التربية بعد؟ التربية تقول لكم بلشوا اختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية 8 مارس. لا ما بلشوا، راح يبلشون ب 8 مارس يعني بعد الإجازة. هذه اختبارات المفروض تكون يعني بتبلش الأسبوع الجاي، بس بتدرون بسبب تأجيل الإجازة أجلوها ورحلوا الاختبارات هذه. الحين خلينا نقول أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام مكافأة الأعمال ممتازة ل 472 موظف بالهيئة وترقية 479 موظف بالاختيار في التطبيقي. مبروك اللي خذ الأعمال ممتازة، تتهنى فيها إن شاء الله ويعيتك إجازة. أما اللي ترقى نقول له good luck إن شاء الله وموفق، وهذا مو آخر المشوار. آخر خبر يقول لكم طلبة جامعة الكويت وتحديدا كلية الآداب والتربية، سمعوا، تعلن إدارة شؤون الخريجين في جامعة الكويت عن فترة توزيع شهادات خريجين الفصل الدراسي الأول ل 21-22 يوم الأحد الموافق 20-2، يعني يوم الأحد الجاي راح يوزعون شهايد بس كليتين الحين الآداب والتربية. وين راح يكونون؟ ما راح نقول ما ندري، احنا ندري كيد وش حق قايل الخبر، راح يكون بصالة زين بشويخ اللي موجودة بجامعة الكويت فرعهم نفسه، ما انتقلوا الجدادية. هذه كانت سبورة الأخبار، الحين عاد نروح حق بريك عشان نروح مع ضيوفنا بالجونكون. والله ما عاش من يخليها بخاطر أسعد، اقطع على أسعد، قسم بالله تقطع على أسعد، قسم بالله تقطع على أسعد. سو باي حق منه بس لحظة، قول حق منه، حق المدام، حق مبلش قوي يا أسعد. نطلع من الموضوع التعليمي ونروح مواضيع ثانية ولا تبي نسولف بالتعليمي بس؟ لا خلنا بالتعليمي. بالتعليمي. مساء الخير طبعا، اليوم ويانا الأستاذة شهلة فوزي العبد الله مدير القبول والتسجيل، ويانا أسعد عبد الله خريج من الكلية الكندية الجونكون، وأيضا ويانا لولو الرغيب خريجة من الكلية الكندية بالكويت. شوكم؟ تمام الحمد لله. خير سلام. الحمد لله بخير. لا قربي يعني توني موصيج قال لي تقربي من المايك. الحمد لله طيبين. تمام. شو أخبارك؟ الحمد لله. شوفي الموضوع حبي وسوالف. ودي جدا. إذا حسيتي في سؤال تقدري تقولين باس ما نسأل السؤال، يعني نفس هذي الملوت اللي بعده؟ إيه المشاهير لما يقول له تحفظ على الإجابة وكذي، بس المفروض إنه ما نتحفظ على الإجابات، يعني إحنا بنسولف وندردش على الكلية الكندية الجونكون صح؟ علمنا الحين اتحفظ. ليش عساك على القوه. زين اول شيء ابي اعرفه منك شهله، ان شنو الفرق بين نظام التعليم الكندي اللي موجود عندكم مثلا بالكليه وبقيه الانظمه التعليميه الاخرى؟ اولا احب اشكركم على الاستضافه، مشكورين اتحتوا لنا الفرصه ان نعرف عن كليتنا كليه الجونكون الكنديه. بخصوص سؤالك شنو الفرق بين الكلية الكندية عن باقي الأنظمة، النظام الكندي نظام التعليم الكندي والأكاديمي بشكل عام يعتبر من الأنظمة التعليمية ذو جودة على مستوى العالم،
تم تصنيفه بحسب يعني المنظمات العالمية أن من المرحلة رياض الأطفال إلى الابتدائي احتل المرتبة الخامسة عالميا، ونظام اللي هو المرحلة من اللي هو مراحل الدراسية الكليات والجامعة احتل المرتبة رقم 10 على مستوى العالم، فهذا يعطي قيمة وجودة. مع أنه يمكن ما نشوفه بالفترة الأخيرة، يعني ما راح أقول منتشر كثر مثلا البريطاني والأمريكي، لأن أكيد هذين لهم باع طويل فهو المنتشر الأكثر، لكن حلو أن اليوم مثلا الكلية الكندية بالجونكون بالكويت خلاص بدأت تشتغل على نفسها وبدأت توعي الناس، ها قاعد توعي الناس أن يا جماعة في تعليم اسمه التعليم الكندي، لا شكل من أشكال التعليم، ومثل ما قلتي هو ناجح مثلا من قلتي من روضة صح أو من مرحلة رياض الأطفال إلى الابتدائي، سوري عفوا إلى المرحلة الثانوية، إلى الثانوي مرتبة خامسة على مستوى العالم. ممتاز. فأنت قاعد تكلمين على موضوع الفرق ما بين النظام الكندي جماعة، هذا وايد مهم، ها لما يقولوا ليش الكلية الكندية بالكويت، لازم نعرف أن النظام الكندي مو نفس النظام الأمريكي والبريطاني، صح؟ صحيح. اي هذا وايد مهم ان نعرف انه مو بس هي كليه خاصه، هي كليه خاصه قاعد تتخذ نظام كندي مو النظام الامريكي ولا البريطاني المنتشر، وهم اليوم الكليه الكنديه قاعد يطلعون ويانا عشان يوعون الناس ان يا جماعه هذا نظام متميز جدا، واتوقع يعني مع الخريجين هم اللي بيقولون يعني من باب تجربتهم بالكنديه. فنروح حق اسعد ولا ليديز فيرست؟ ليديز فيرست. اوكي خلاص. لولو تجربتك بالكلية الكندية، انت خريجة متى تخرجتي تحديدا؟ تخرجت السنة اللي طافت. اول شيء حابة امسي على السادة المستمعين ومسي عليك وعلى اللي موجودين. تخرجت السنة اللي طافت انا. حلو. شلون كانت تجربة؟ كم سنة تقريبا قعدتي فيها؟ سنتين صح؟ ثلاثة مع الفونديشن. انت خذيتي سنة الفونديشن؟ اي. وشنو تخرجتي؟ شنو التخصص؟ تسويق. تسويق؟ اي. شلون كانت التجربة؟ ممتعة. لا قولي 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 ممتع يعني. هذه كلمة واحدة حرام، يعني يا تظلمين التجربة يا قاعد جاملين التجربة. أوكي. فأنا أبيك تفضفضين تقولين يعني. خلاص أوكي. أنا أول شيء دشيت طالبة جدا أستحي، ومن الطالبات اللي كنت أروح حق الخصائية أقول لها كلمي الأبلة إن أنا أقدم برزنتيشن عندها بالمكتب أو نهاية الحصة. بس بالجامعة ما في هذا الشيء، أنت كطالب انت لازم تروح تاخذ تسوي الاشياء اللي عليك، يعني انت تروح تسال. انت تلحق اذا مثلا ضايعك شيء مثلا من المنهج، اي من المنهج تروح تكمل مع الطلبه، لازم تتواصل مع الطلبه اكثر. ف الجامعه قوت شخصيتي من هذه الناحيه. ف هذه تجربتك. زين اسعد قول لنا شلون كانت تجربتك بالجامعه، وكم سنه، وشنو التخصص؟ تجربتي بالجامعة كانت جدا مؤثرة على حياتي الشخصية والمهنية. دراستي كانت مدتها سنتين، درست بزنس مانجمنت انتربرينورشيب بالكلية. سبب اختياري للكلية الكندية، أول شيء كان شروط القبول جدا جدا سهلة، ما كان صعب علي أبدا. أنا يعني خاصة بامتحان القبول اللي أنا كنت غض النظر عن كتير جامعات بسبب امتحان القبول، لأن إجي على أقعد سنة أو سنة ونص أو سنتين أوقات فونديشن قبل ما فوت على المنهج. هذا كان بحد ذاته كان يعني شوي يمنعني إنه كمل دراسة الجامعية. لما جيت على الكلية الكندية كان دايركت انتري على المنهج دغري، عملت امتحان القبول نجحت فيه. هذا الشيء شجعني، وخاصة إنه كلية الجونكوين هي فرانشايز من جامعة الأم، جامعة الجونكوين بكندا من أعرق الجامعات الكندية، وهي هي الشهادة معترف فيها من بالكويت وبرا الكويت. بحد بدي كمل نظام 2 بلس 2 هون بالكويت أو برا الكويت بقدر كمل فيها، وشهادة إلى اسم يعني. ممتاز. زين يعني ما أدري شلون أصيغ السؤال بأفضل أشكاله، لكن بقول ليش، ولا هل أصلا أنت تأخرت في دراستك الجامعية؟ يعني هو السؤال مكتوب إنه ليش تأخرت في اتخاذ القرار، بس الأصل هل أنت تأخرت، تعتبر متأخر؟ شوف أنا دخلت على الجامعة كان عمري تقريبا 32 سنة عشان أخذت الدبلوم.
سبب التأخر أنه أنا أول ما تخرجت من الثانوية العامة كان عندي كثير خيارات، يعني كان بدي أخذها. أول شيء نسبة الجامعة، نسبة الثانوية العامة كانت كثير قليلة، فما كنت مؤهل إني فوت على تخصصات مثلا كبيرة هندسي أو دكتور أو شيء. تاني شيء أنا من أنا وصغير كان عندي هواية التصوير، والوالد نمى لي هذه الموهبة من أنا وصغير، وأول ما تخرجت من الثانوية بلشت بهالمجال، مجال التصوير الصحفي كشغل. والحمد لله نجحت فيه، يعني كان مسمى كمدخول، الحمد لله يعني قدرت اني اثبت وجودي فيه. هذا السبب خلاني اتاخر شوي بقرار الشهاده الجامعيه، بس هي كانت بخاطري دائما. يعني السبب الثاني انه ما كان في عندي خيارات هون بالكويت كثير، كان عدد الجامعات الخاصه جدا قليل، وشروطها اشبه يعني ما في بدي اقول تعجيزيه، بس كانت جدا صعبه، كان نسبة قبول أو حتى بامتحان، كنت أعمل امتحان القبول واللي مثلا بدك سنة للفونديشن أو صلاحية الشهادة. يعني أنا دائما لما نقول الجونكوين نذكر موضوع أنه يا جماعة الجونكوين عندهم شيء وايد قوي، والله العظيم أنا قاعد يعني أحلف على شيء أنا مقتنع فيه. عندهم أن الطالب لما يقبل على الدراسة بالكلية الكندية ما يقولوا له كم عمر شهادتك. وايد ناس أنا أعرفهم شخصياً يقولون والله ودنا نرد ندرس، والله ودنا نرد ندرس، بس شهادتي طاف عليها سنتين مات الثانوي، فلازم أرد أدرس ثانوي وعبالة. فشنو يفركش الفكرة منو طلعوا الكلية الكندية؟ ما حد يفركش فكرة الحين، أي خلاص على طول الكلية الكندية موجودة، صار لها 10 سنين 20 سنة مو معترف فيها بالكويت أو تعادل شهادة الثانوية العامة بالكويت، تعال الكلية الكندية وقول أنا شنو التخصصات اللي عندكم، راح يقولوا لك عندنا إدارة وريادة الأعمال، التسويق، المحاسبة، حلو، وايد تخصصات. والحين هما عندهم الدبلوم، وبعد شوي راح نسولف عن الدبلوم وما بعد الدبلوم. أي هذا شوي نسولف فيه، هذا سر آخر شيء. شهلة مستعيلة تبي تقول ها تبين نروح الحين، وقلنا إحنا ما نبي نلخبط الأسئلة. ف اي احد عنده طموح انه يدرس الكليه الكنديه ما تقول لك انت والله شهادتك قديمه فانا ما اقبلك عندي. زين ابي ارد حق لولو، يعني قاعد نتكلم على الحياه الجامعيه شوي، ردينا حق السنه اللي طافت او اللي قبلها، ولما تو قلتي ان انت يمكن من البدايه كنتي تستحين. اي نعم. بس شلون يعني الحياه الجامعيه قاعد تغير حياه الطالب وشخصيته نفسها؟ يعني شنو الاشياء اللي غير مثلا البرزنتيشن؟ اوكي، اول شيء الكليه الكنديه وايد حصلت دعم وايد، من سواء من دكتوره اماني ولا من الدكاتره اللي درسوني يعني، وكان تشجيع يعني على مدى الكورسات كلها، يعني من الفاونديشن الى ان تخرجت. التشجيع طبعا قاعد تكلمين من الاداره وحتى الزملاء بعد، صح ان انتم كلكم جروب واحد وقاعد تعاونون بعض، لكن ابي الاكتيفيتي، يعني ما أبي أقول شنو المشاركات اللي شاركتيها، لأن بعد البريك راح نعرف شنو الأشياء والفعاليات اللي شاركتي فيها مع الكلية. بس يعني أنت تو قلت لي البرزنتيشن قاعد يصقل الشخصية، ممكن يقلل من نسبة الحياة بالإنسان الطالب نفسه، لكن أبي بعد شنو في شيء ببالك؟ ممكن توضح السؤال أكثر؟ أوكي، أنا اللي أقصده إن اليوم الحياة الجامعية قاعد تصقل شخصية الطالب. اليوم في فرص، في علاقات اجتماعية قاعد تتكون عنده، قاعد يشترك بنشاطات وايد ويا الكلية، قاعد بالبريك بين الكلاس والكلاس ممكن يقرأ له كتاب، ممكن يقعد يدش محاضرة ندوة ما لها علاقة بالمنهج اللي هو ماخذه. فهذه الأشياء اللي أقصدها، يعني كنت بشوف أنت وجهة نظرك شنو الأشياء اللي ممكن تقوي الطالب بالكلية؟ الأنشطة، مشاركة بالأنشطة بشكل عام، وانت عندك وايد مشاركات. اي فعلا ممتاز، ساعدتني على الصعيد الشخصي والعمل. عيل راح اطلع بريك وراح ارد وياك على موضوع الانشطه اللي شاركتي فيها مع الكليه الكنديه الجونكون. بريك وراديني اياكم بكلاس. يمكن قبل شوي شهله كنا قاعد نسولف على مفهوم الدراسه الكنديه والفرق ما بينها وما بين بقيه يعني انواع التعليم الامريكي البريطاني الى اخره، بس سوى كان عندك موضوع الدرجات، ما الدرجات تفرق حتى حسبة الدرجات عندكم؟ التعليم الكندي أوكي يمتاز بمرونته. أوكي، مرونة من حيث أن المناهج متطورة دائما، يعني يمكن الدكاترة عندنا مو ملحقين،
على طول على طول يكون في أبديت. أيوة زين. الشغلة الثانية تقسيمة الدرجات. أوكي وايد يعني مرنة سهلة. زين أنا لما أقول سهلة أقصد يعني توزيعها مو مثل النظام البريطاني والأمريكي. هذا شيء بإيد كل دكتور عفوا ولا أو مدرس ولا في سيستم الجامعة؟ هذا سيستم. سيستم الجامعة. هذا نظام تعليم. أنت لما تتكلم عن نظام يمشي تعليم على كل المواد. إيه؟ يمكن يعني في بعض الجامعات أنا ما راح أتكلم عن يعني بالكويت ولا برا الكويت. خلنا نتكلم في مدينة اسمها حلو. واحدة من الجامعات الحكومية عندهم مثلاً. أوكي. كأقول مثلاً. عند الدكتور يبي يخلي الاختبار من 5 درجات والحضور 95 كيفه؟ يبي يخلي الحضور 95 أو آسف الاختبار 95 والحضور 5 درجات كيفه؟ ما حد يحاسبه. فهذا شنو يسبب حق الطالب؟ قلق. وقلق. أنا مطلع على هذه الجامعة اللي بدولة هذه مطلع عليها طلبة كلها داشين توتر نفسي مو من المادة من حسبة الدرجات. كل أول كلاس حضرون أنا قاري يعني حتى قبل فترة تدرين الجامعة مو بعيدة هناك الدكتور أول كلاس ترى بس يقول لهم شنو تقسيم الدرجات تعارف أول شيء أسماء الطلبة بعدين يقول لهم شوفوا أنا عندي مثلا امتحانين بالكورس الامتحان الأول عنده عليه 10 درجات والثاني 70 درجة شي فجأة ما تحسين إنه في يعني توازن بين الاثنين والبقية مثلا حضور أو مشاركات حسب في ناس ما يحاسبون على الحضور يقول لك أنا أبيك تحضر عندي نهاية الكورس في اختبار من 100 أنا كله قاعد أتكلم وين بالمدينة لا مو يعني مو مكان معين بعيدة هي فأنت ولا السيستم عندكم مختلف قاعد تقولين حلو زين شنو قيمة أو مو الحين قبل أتكلم عن قيمة شهادة الدبلوم خلنا نعرف الفرق ما بين الجامعات اللي تعتبر أفرع من الجامعات الأم والجامعات ذات الطابع اللي يسمونه نظام الاتفاقيات. أوكي هذه معلومة وايد مهمة إنزين لازم أوضحها لأن مو الكل مستوعبها أو مدركها. الكلية الكندية هي الكلية الوحيدة فرع من كلية. إنزين يعني أنا ماخذة خلينا نقول. الكلية الوحيدة وين بالكويت؟ بالكويت. أوكي. إنزين هي فرع من كلية معتمدة. دوليا الطالب من عندي يتخرج 2 دبلوم يروح أي مكان يدخل على 2 أي مكان لأنه معتمدة دوليا حلو إنزين الكليات والجامعات ذات الطابع اللي هي الاتفاقيات هذه كلية تسوي اتفاقية مع جامعة معينة في دولة ما أوكي حلو الطالب اللي يتخرج من عندها عنده قبول خلينا نقول فوري في الكلية اللي مسوي معها اتفاقية أوكي بس إذا يفكر يروح ديرة ثانية أو جامعة ثانية غير هذه محتاج يدخل في موضوع اللي هي معادلة المواد والإجراءات هذه حلو إيه طبعا فإحنا هذه ميزتنا إن إحنا شهادتنا معتمدة دوليا وفرع من كلية أم اللي هي موجودة بكندا كندا بأوتاوا ممتاز أسعد قبل شوي كنا قاعد نسولف يعني تبين سولف عن الزوجة السعيدة اللي عشت وياها مع الجامعة ولا نروح على أنشطة لا نبدي المرة أول صح طبعا طبعا تقدر تقول غير هالكلام لا ما أقدر أقول أنا رافع الراية أي أحب نسلم لهم زين شلون كانت تجربتك مع زوجتك في دراستكم مع بعض بداية قبل ما أفوت بهذا الموضوع بالنسبة للنظام المرن بالجامعة أنا بعمري دخلت متأخر على الكلية طبعا كنت موظف فهذا الشيء كنت عيت الهم قبل يعني قبل ما بلش بالدراسة اللي اكتشفته بعدين إنه المدرسين جدا متفاهمين لهذه الشغلة إنه أنا موظف عندي مسؤوليات أوقات ممكن ما أقدر أحضر المحاضرة كانوا جدا متعاونين معي طبعا الحضور عليه علامات بس يكون عندي ظرف يكون عندي ممكن تعوض بأشياء ثانية يعني تعوض بأشياء ثانية وكانوا يدروا لي هذا الشيء فهذا الشيء كمان سهل لي موضوع الدراسة بالكلية قبل لا تروح لزوجتك خلنا أعقب على الكلام بعد إذنك اليوم الطلبة خلاص ما عادوا إنه هو مجرد حياته طالب حتى بجامعة الكويت ولا غيره من الكليات الخاصة اللي موجودة ولا بالعالم صارت فكرة إن اليوم
ان انا طالب واشتغل بنفس الوقت موجوده وثقافه موجوده، وهذا بسبب تطور الحياه، بسبب يمكن حتى تكاليف الحياه اللي زادت، ان الاعانه مثلا او عدم وجود الاعانه ايا كان ما تكفي، فانا لازم اصرف على نفسي، لازم بعض الكليات خاصه والله تقول لك فيها مصاريف، فيها كتب، فيها، فانا محتاج ان انا اعيل نفسي وازيد من مدخولي عشان اقدر اصرف على دراستي. فصار المفهوم هذا موجود ان الطالب يدرس ويشتغل في نفس الوقت. فحلو انك قاعد تقول ان المدرسين والدكاتره عندكم متفاهمين. فبعتر يقول لك والله مثلا تقول مثلا عندي بروجكت بطلع اصور ولا شغل معين، ما يقول لك لا، يا تداوم بهاليوم عشان الاختبار يا انت ساقط. فهذه المرونه اللي تكلمت عنها. خل نروح حق الموضوع الاهم، تفضل، ما اقدر اطول عليك. بالنسبه للموضوع انه درست مع زوجتي، بقول لك دائما بعد ما توصل للهدف تكتشف انه المتعه كانت بالرحله للوصول للهدف، فعم بالك هذه الرحلة إذا كانت مع زوجتك أو مع عيالك. يعني. الله أصفق لك من كل قلبي والله. الله يسلمك يا رب. ضعت. قالت لي شهلة من وجهة لا تغزروا إياه، بس خلت. المهم. التجربة كانت ويا زوجتك. نعم. جدا حلوة. خاصة إنه صار فيها أواسم مشتركة أكثر بينه وبينها. نفس التخصص؟ نفس التخصص، نفس الكلاس كمان يعني. حلو حلو حلو. كانت تجربة كتير حلوة. وقت الأسايمنس كنا نقعد مع بعض نسوي الأسايمنس مع بعض، وقت يكون في برزنتيشن هي تتدرب وأنا أتدرب ونقيم لبعض الـ يعني البروجكت. الشغلة الثانية إنه لما قدرت أقضي وقت أكتر معها، هذا الشيء أثر يعني كمان أثر على علاقتنا طبعا بطريقة إيجابية أكتر. الدراسة كانت حلوة، الدراسة كانت حلوة، تفيق من الصبح تروح على الكلية مع بعض نحضر محاضراتنا. طبعا بدي اذكر هون دكتور حمود الله يوجه له خير، دائما بالماده تاعته كنت انا دائما اشطر منه بهالماده، هي كانت لما اجيب علامه اكثر منها تتضايق شوي يعني او تغار يعني، بس كيف فاروح عند دكتور بقول له دكتور حمود الله يخليك لما يكون انا اجيب علامه اكثر منها لا تحط لي العلامه او ما تجيب سيري الموضوع، بس كيف انه خلص نمشيها خلص او اعطيها شيء معلوماتي مش مشكله. دكتورة عادي بعد درجات عشان جزمه لا رسمي الحين راح اغير الاغنيه الجايه اوكي حلو غير. لا بس عن جد التجربه كانت كثير حلوه، وانا بنصح يعني خاصه هلا اللي من جيلي المتزوج او لا يقولون عندي انا عندي مسؤوليات او عندي مسؤوليات البيت او مش قادر، انت بس خذ القرار وهتشوف انه الموضوع كثير ميسر وجدا سهل. انا بعد ما تخرجت بسنتين شيء عم بحكي عن الجامعة وعن الكلية، هذا الشيء إنما يدل إنه قديش كانت التجربة ناجحة وقديش أثرت فينا أنا بشكل طبعًا. إيجابي. إنه لهلا بعدني محافظ على علاقتي مع الدكاترة مع الجامعة، فهي التجربة كانت جدا ناجحة، وأنا بشجع أي واحد من جيلي تعو جرب يعني أنت مش خسران شيء. إذا مع كل هذا اللي قلته أكيد كانت عندك مشاركات بأنشطة بالجامعة صح؟ دائما من أنا كنت بالثانوية كان حلمي دائما نكون بفريق الفوتبول للشي جامعة يعني، فهذا قدرت حقه بقلب الكلية. حلو. بأول مباراة لأننا لعبنا مع فريق جامعة كان بيعتبر حاله أنه هو بطل الدوري بس الجامعة. عرفتهم أوكي عرفتهم إيه. فزنا عليهم 2-1 طبعا. طبعا لعبنا نص شوط مش شوط كامل عشان واحد يقول غير الأنشطة كانوا يعملوا دائما الجامعة كانت حريصة أنه تعمل أنشطة تجمع فيها الطلاب، وهون كنت بدي أذكر شغلة جدا مهمة أنه بالأنشطة بس تكون موجودة بالجامعة إن كان باربيكيو إن كان محاضرات إن كان اجتماع أو أي يعني شو ما كان بتلاقي الموجودين دائما من عميد الجامعة من أكبر مسؤول بالجامعة الكل حاضر لأصغر طالب كلهم موجودين، والجو الموجود جو أسري يعني الطريقة اللي قاعدين فيها جو أسري ما في والله أنا دكتور وأنت طالب، الجو كان كتير حلو يعني شجع الطالب إنه يعني ما يتوتر أو إنه إذا كان عنده بيستحي أو بتنمية شخصية الطالب. مفهوم الدعم يمكن حتى زملائكم الطلبة ولا الخريجين من قبل كانوا يذكرونه ويمنشنون هذا الموضوع أكثر من مرة، إنه مثلا يعني وأنا قاعد أشوفها بعيوني بكل حلقة نكون مع الكلية الكندية بوجود مثلا الدكتورة أماني ورواء، يعني دائما وأبدا البوش اللي يقدمونه حق الطلبة والخريجين لما نستضيفهم عندنا بالبرنامج هذا شيء جميل جدا. الروح اللي موجودة ما بين أفراد أسرة
يعني ما راح أقول أفراد كلية يعني أفراد الجامعة والكلية، أفراد أسرة الجونكوين، هذا الشيء يعني الله يتمم عليكم فيه، ويعني ما نقول إلا يمكن ناس تحسدكم لكن الله يتمم عليكم فيه. إنزين لولو، أكيد أنت بعد عندك مشاركات قبل شوي، يعني بطلنا الباب بس طلعنا بريك، بس الحين أبي أعرف شنو الأنشطة اللي شاركتي فيها، يعني أنا مسجل عندي وايد أشياء فأبيك أنت تقولينهم. أوكي، شاركت أول شيء بإنجاز الكويت وإنجاز عمان، كان إنجاز كان هو تقريبا على الخليج يعني إيه على مستوى الخليج. حلو. من تنظيم إنجاز عمان. حلو. وكذلك شاركنا في الليلة العمانية الكويتية، شاركت بمناظرة وفزنا بآخر جولة، وكذلك هم إنجاز الكويت هم فزنا في أكثر خلينا نقول شركة مؤثرة في المجتمع، اللي هي جائزة أفضل منتج ذات تأثير اجتماعي. حلو. فعلا. وكذلك هم شاركت في الارت كلوب، كان عندنا فعاليتين احنا نظمناهم اللي هو كان بالهالوين حطينا طاولة، وكان في اعمال فنية حق الطلبة اللي شاركوا بالارت كلوب، وكذلك كان مع مال يوم السرطان الثدي شهر 10. هذا شهر 10 اللي طاف كنتم مسوينه ولا السنة اللي طافت؟ لا السنة تو 21 ولا 20؟ لا توقع 21. 19 ما شاء الله. 20 19 و 20. اوكي 20. اوكي زين، انت تو قاعد تقولين على مفهوم او قطتيها شيء، انت شاركتها بالمناظرات. تدرين من متى احنا مطالبين دكتور اماني ذاك اليوم يابو لنا مو يتو فريق المناظرات مالكم؟ وقلنا لا لا قلنا انا وهم طالعين قلت على الهواء متى المناظره اللي قالوا بس اعتمد الموضوع، وهذا صار حلقه الجايه شهر 3 ان شاء الله مع الكليه الكنديه الجونكون في مناظره، نبي يعني الفريق في خريجين وطلبه والفريق الثاني خريجين وطلبه، بدخلون مدرس ودكتور بعد راح تولع هني. ها دكتوره نبي تصريح الحين، كيفك الموضوع عندكم بعد انت واهل المكان؟ تمام خلاص يا جماعه قول اسعد عنده مشاركه قول. طالما جبنا سيد دكتور اماني ايه؟ هي كانت تدرسني بالجامعه اول ما دخلت. حلو. فدكتور اماني فيها شغلي هلا هي شهادة دائما يعني أنا هي شهادة حق أحاسب عليها يعني بعمري ما سمعت بتقول لطالب لا جوابك غلط أو أنت غلط. يعني دائما تسأل السؤال، أي طالب يجاوب حتى لو كان غلط أول شيء تسأله ليش جاوبت هيك، تاني شيء بتقوله لو أفضل لو كانت إجابتك مثلا بي مش كان أحسن، يعني حتى الأسلوب بالتعامل بتشجع الطالب، أسلوب إقناع مو إجبار طبعا اقناع. يعني طبعا هذا شجع الشباب انه يصيروا يالفوا زياده بس بس يعني هاي النقطه كان لازم اذكرها. شهله قولي احنا نطبق سياسه المرونه. المرونه هذا اكبر دليل ان الدكتوره ما تيجي تقول هذا غلط، هذا كل الاشياء غلط. اللي قالوها احنا قاعد نطبق فعليا، ان النظام الكندي نظام مرن. انا يعني جدا جدا محترم النظام هذا اللي فعلا وايد سلس وبسيط وما يعقد المسألة، ندري ان الجدية وال يعني والشدة احيانا انك تكون ستريكت هذا شيء يعلم الطالب، لكن بالنهاية قاعد نشوف ان بعض الطلبة قاعد يطلعون يتخرجون من كليات وايد يقول لك انا دشيت وطلعت تعلمت اني احفظ كلام اسمعه بالورق صحيح، ولا تخرجت كأن لم يكن هذا الموضوع عندي. احنا راح نطلع بريك وطني بعد اذن شهلة، يعني عسى ما تبين نغير الأغاني رد أول وايد لا 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 زينة ما نقول إن شاركتي بشنو صح؟ لا لا قبل لا نختم اللقاء ما باقي شيء على بريك الأذان ونطلع نختم اللقاء، شهلة عندنا موضوع قيمة شهادة الدبلوم، وايد ناس اليوم يقولون شنو شهادة الدبلوم، يمكن البكالوريوس عارفين إن هي خلاص شهادة جامعية وإلى آخره، بس شهادة الدبلوم وأهمية إن الإنسان يحصل عليها. أوكي في شغلة بس حابة أنوه عليها قبل ما أدخل بي يعني نوعا ما التفاصيل. ثقافة المجتمع هني عندنا صارت إنه لا بكالوريوس لازم. زين هو أوكي البكالوريوس لها قيمتها الأكاديمية والدبلوم أيضا، لأن إذا بتكلم عن دبلوم الكلية الكندية دبلوم تعليم عالي
أوكي معتمد ومن وزارة التعليم العالي من مجلس الجامعات الخاصة. إذا أنا قاعد أعطيك شهادة خلينا نقول أكاديمية سنتين إنزين إيه هي تعطيك المجال أو إيه هي بداية الطريق الخطوة الأولى خل أقول الدبلومة هي الخطوة الأولى حق أي طالب يعني حاط في باله أنه بيكمل إنزين أنا أقول دبلوم سنتين في بعض الأشخاص أو في بعض الطلبة مثل ما تفضل أخ أسعد كان يشتغل إنزين الدبلوم شهادة الدبلوم تعطي الطالب علم وخبرة عملية أوكي عائل هذا غير مفهوم الاثنين بلس اثنين هذا غير لا غير هذا شيء أكاديمي شنو هو البرنامج 2 بلس 2 إنزين يعطي المجال حق الطالب اللي أوريدي عنده دبلومة أوكي إنزين حاب يكمل حط في باله أنه والله أنا أبي أكمل إنزين يقدر يكمل سنتين ثانية بحيث يحصل على شهادة بكالوريوس ممتاز ممتاز واضحة يعني أتوقع طبعا نظام الـ 2 بلس 2 بس خل أوضح شغلة يعني معتمد هني بالكويت يعني فكروا هالفكرة هذه قالوا إن طلبة الدبلوم اللي بيكمل شلون سووا هالبرنامج هذا وتم اعتماده ممتاز الحين لازم نروح يعني قبل أن نختم البرنامج لازم نروح نصيحة تدرون خريجين لولو وسعد فكل واحد يقط نصيحة إما حق الطلبة اللي الحين بالجونكوين أو الطلبة اللي والله يقول لك أنا أفكر أدش بس ما أدري متردد أحس لا كني كبير أحس لا طافني الموضوع يعني نبلش بمنه توه بلشنا بلولو الحين بلش بسعد يلا تفضل الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة قد ما تقدم فيك العمر قد ما شفت أنت نفسك متأخر قد ما شفت أنه أنت مش محتاج الشهادة هلأ حاليا صدقني مع الوقت أنت رح تحتاج هذه الشهادة على الأقل يكون معك دبلوم للزمن أنا بقول خلي الشهادة للزمن يعني خذ القرار الموضوع جدا سهل الجامعة عملت اللي عليها سهلت شروط الانتساب المواد سهلة عم بيقدروا أنه الموظف أنه الطالب موظف أوقات يعني الجامعة عملت كل اللي عليها أنت بس روح خذ القرار وروح على الجامعة وسجل أو شوف التجربة يعني وبالأخير الدراسة جدا سهلة منا صعبة أنا ما شفتها صعبة أبدا وبالنسبة إنه للكلية نفسها إنه تقدر إنه هذا طالب موظف أو عنده مسؤوليات فصدقني الكلية كتير بيقدر هذا الشيء عن تجربة يعني أنا عم بحكي واضح واضح هذه نصيحة يا سعد الحين نصيحة لولو طبعا نصيحتي تقول أول شيء إنه هي خل الطالب يعني بشكل عام مهما كان مجاله يقرأ في المجال اللي هو فيه أو يكون في تقريبا عنده اطلاع خلينا نقول في المجالات المجال ماله نفسه سواء بالسوشيال ميديا أو بال يعني اليوتيوب أو البرامج هذه وايد راح تساعدهم ممتاز وبهم بغيت أضيف إضافة إنه لا يفكر الطالب أو خل نرتقي شوية بتفكير إن أنا راح أتخرج أخذ شهادة وبس أهم شيء يعني التفكير أو الكلمة اللي وايد أسمعها أخذ شهادتي أضمن نفسي إن أخذت شهادة جامعية أو اسمي أخذت شهادة جامعية وأقعد في البيت أو أروح أشتغل وخلاص مهما كان تخصص يعني أنا كتسويق ممكن ما أشتغل كتسويق نفسه بس أعرف أنا شلون راح أسوق حق المنتج أو المكان اللي أنا راح أشتغله أو البزنس اللي أنا راح أفتحه يمكن فهذا الشيء وايد راح يساعدهم ممتاز أساتذة القوة لولو اليوم طبعا كانوا ويانا شهلة فوزي العبدالله مدير القبول والتسجيل بالكلية الكندية الجونكوين وكانوا ويانا الخريج أسعد عبدالله والخريجة لولو الرغيب كلهم يو اليوم ويانا عشان يعطونا من تجربتهم وخبرتهم في الكلية الكندية الجونكوين مثل ما قلت بنص الحلقة وأقولها بكل حلقة يا جماعة عندهم أكثر من تخصص عندهم التخصص الوحيد بالكويت اللي يحمل تحت عنوان إدارة وريادة الأعمال والشيء القوي بالكلية الكندية الجونكوين إن الشهادة مالت الثانوي تحديدا ما يقول لك ترى إذا طافت عليها سنتين خلها لا لا حتى لو طايف عليها 25 سنة ييبها وأهم شيء إنك تكون تبي تدرس عساكم على القوة
وهم أضيف شيء قولي 20 ثانية عشان بيأذن. فوق ما أنه هم يقبلون شهادة قديمة هم راح يحصل دعم طالب، أنا متأكدة هذا الشيء. يعني أنتي وزملائك كلكم قاعد تقولونه، وهذا دليل أن إن شاء الله أي أحد ينوي أنه يدش الكلية هذه راح ياخذ الدعم كامل. هذا كلاسنا اليوم كان مع الكلية الكندية الجونكوين. شكرا حق كل اللي قاعد يتابعونا، إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي يوم الاثنين بكلاس جديد. دائما وأبدا الطلبة لهم مكان ويانا بكلاس وبمارينا ميديا.